عبد ربه منصور هادي القائم بأعمال الرئيس اليمني وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تلتقي البعثة ممثلين عن الحكومة وأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. من جهة أخرى قال سكان من منطقة أرحب القبلية القريبة من صنعاء إن 20 شخصا قتلوا وجرح 64 آخرون خلال شهر من قصف مستمر من قبل قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح.